على الإسرائيلي. نعم. الوزراء الإسرائيلي وحتى لما دخل على جوش عتسيون في منطقة في إفرات قال أنه هي جزء من القدس الكبرى. في الضفة الغربية أيضا قضية شرعنة المستوطنات أننا ما أعطيناهن للفلسطيني هو أصبح حق له، يعني بما أنه أراضي متنازعة علينا إذا نحن فكينا هذا الارتباط. هل هذا حسب القانون الإسرائيلي؟ الإسرائيلي. ما بتكلمش عن القانون الدولي، القانون الدولي شيء آخر. أنه كيف فسروا، بمعنى أنه هل خبراء السياسيين وراءهم خبراء فنيين قانونيين؟ هذا بدنا نتوضيح له، المهم الحديث اللي عم تتحدث فيه. القانون الدولي يتكلم أنه الجانب الإسرائيلي لديه فقهاء قانون دولي يفتون له بكل بيعتبروا أن احتلال الأردن والضم الأردن للضفة الغربية للأردن هو احتلال، فبالتالي هذه أراضي متنازع عليها، وليس لأنه لم تعترف بضم الضفة الغربية والقدس إلا دولتين الباكستان وبريطانيا، وغير هيك ما لم يعترف فيها ولا دولة، واعتمدوا على قانونين. القانون الأول قانون الجمع الدول العربية التي رفضت ضم الضفة الغربية للأردن، وقرار الجمعية العمومية التي رفضت أيضا ضم الضفة الغربية للأردن. الإسرائيليين أخذوا من القوانين وقالوا أنها منطقة متنازع عليها، وبالتالي اتفاقية أوسلو إحنا أعطيناهم 42% والباقي لنا. على هذا الأساس ما يتم الآن بالاستيطان وضمن برنامج وضع في 79 بتتياهو دروبلس رئيس الوكالة الصهيونية في تلك الفترة، قال بأن هذه المستوطنات الموجودة يجب أن يكون في أولا في مناطق الضفة الغربية بكلها، غيروا الاسم يهودا والسامرة من الضفة الغربية، أعطوا اسم توراتي. أيضا في نفس الوقت استمر قضية الاستيطان في الضفة الغربية لوصول لمليون مستوطن في الضفة الغربية. في عام 1997 كان في المستوطنين بالضفة الغربية 105,000، اليوم نتكلم عن 340,000 غير القدس طبعا. إذا احنا اليوم المستوطنين تزايد، نعم، وليس المستوطنين بل أصبحوا أسياد البلاد، بحيث أنهم بدأوا بضرب الاقتصاد الفلسطيني، الدخول للمزارع، لقطف الزيتون، صحيح، لحرق الأراضي، وكل هذا بمعنى أن المستوطنين الأداة التنفيذية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بكل اتجاهاتها أصبحوا الأداة التنفيذية من أجل طرد السكان الفلسطينيين أو محاصرتهم بمناطق أصلاً حوصروا بشكل كامل. نأخذ قلقيلية على سبيل المثال، قلقيلية محاصرة ممكن إغلاقها في بوابة واحدة، الاتصال معها مع القرى الثانية عن طريق الأنفاق، طول كرم مع أنه مرتبطة مع قراها، شمال غرب القدس مع رام الله مرتبطة بأنفاق 3-4 أنفاق، وبيت لحم أيضا، وبيت لحم مع قرى العرقوب، نعم، كلها مرتبطة بالأنفاق، وشمال شرق رام الله مع كلها مرتبطة بأنفاق. إذن هذه السياسة تؤدي، أنا أقرأها الإسرائيلي واضح تماما، إذا أردت أن تقرأ الصحف العبرية يوميا تستطيع أن تتنبأ ماذا يفكرون، بمعنى أن هذه الصحف من يسارها ليمينها تكتب ما بين السطور، هنالك ما بين السطور. أيضا ليست فقط ما بين السطور، هناك مراكز الأبحاث الإسرائيلية التي تضع كل السيناريوهات المتجهة مع إقامة دولة فلسطينية. نعم. كل السيناريوهات لا تتكلم عن دولة فلسطينية، تتكلم عن كانتونات مرتبطة بالأردن، وهذا ما طرح في 83. أيضا يائير نافيه الذي كان قائد المنطقة الوسطى قبل فترة واليوم أصبح نائب رئيس الأركان، تكلم عن كلمة واضحة تماما أن الملك عبدالله هو آخر الملوك، الملك عبدالله الأردن، إذن بيتكلموا عن الوطن البديل. هلأ في اتفاقية سلام ما فيش اتفاقية سلام، لكن هذا هو هذا حتى هناك في الانتخابات الآن الإسرائيلية حزب إسرائيلي ذكر بأن نحن نتحدث عن فلسطين وهي الأردن، ودعونا نتحدث بكل وضوح ولا نجامل أحد في هذا بجملوش الإطار. اليمين الإسرائيلي واليسار الإسرائيلي لا يجامل. هلا طب هذا عفوا للمقاطعة، السؤال هو ما يحصل في المنطقة العربية يساعد أكثر لتغذية هذا المخطط في العقلية الإسرائيلية؟ حقيقة الجانب الإسرائيلي هو عندما يأخذ خطوة معينة، بناء استيطان في الضفة الغربية، شرعنة مستوطنات، بناء في داخمة القدس، كليات، ما يتكلم عنه في داخمة القدس، أن البناء في القدس هو كالبناء في تل أبيب، أن كل هذا هو يدرس الوضع السياسي، بمعنى الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني، هنالك انقسام فلسطيني يؤثر، أيضا ما يحيط في الدولة العبرية
دول عربية لديها مشاكلها الخاصة، انشغالها داخلي، داخلي خمس سنوات يمكن لعشر سنوات حتى ممكن أن تفكر بالقضية الفلسطينية وغير ذلك، تفكر بالعالم الأوروبي، هنالك مشكلة أوروبية اللي هي مشكلة الأموال وهي مشكلة الاقتصاد في سواء كان بالبرتغال أو إسبانيا أو اليونان أو غير ذلك، تفكر بالانتخابات الأمريكية. على هذا الأساس الجانب الإسرائيلي لديه مخطط واضح، أريد أن أبني بالضفة الغربية 1,000,000 وحدة سكنية في سنة هدف، في القدس 58,000 وحدة سكنية. إذا أستغل الظروف الدولية لتنفيذ هذه المشاريع. إذا لاحظنا فيها الأيام الماضية 800 وحدة سكنية، 180 كلية عسكرية غير ذلك، لم يكن هناك ردات فعل. حتى ردات الفعل الأوروبية إشتون لما عندما تكلمت عن هذا الموضوع كانت بشكل خجول جدا دون أن يكون هنالك ضغط رسمي. على هذا الأساس الجانب الإسرائيلي كما ذكرت هو يستخدم هذه القوانين، يستخدم لديه الاستراتيجية يضعها متى احتاجها إليها. في عام 2009 كان لديه مشروع، أن في 2001 كان هناك عملية تقسيم القدس كانت في المفاوضات. اليوم أين تقسيم القدس؟ تم بناء بؤر استيطانية في داخل أحياء فلسطينية من رأس العمود للشيخ جراح لجبل الزيتون لجبل المكبر كلياتها. هل يستطيع أن يقسم القدس؟ لا. أجا ليبرمان وقال نحن لسنا بحاجة إلى شعفات ولا كفر عقب، وفعلا رئيس البلدية اليوم تكلم عن لست بحاجة إلى 70,000 فلسطيني وكان صريح جدا. جاءتها أرتس باليوم البعدي وتكلمت عن 90,000 فلسطيني. إذن بضربة واحدة أخرجوا. هذا كان حديث، هناك اجتماع لرئيس البلدية الإدارة المدنية لتسليم هؤلاء 90,000. فبالتالي أصبحوا واضحين تماما، استغلوا الظروف الدولية، تغرف الدخول المحلية والعربية والإسلامية وكل ذلك لاستغلال للوصول للهدف الاستراتيجي. إذا تكلمنا إذن قضية الاستيطان في الضفة الغربية هي تسير ضمن منهج وضمن أيديولوجية وضمن برنامج واضح تماما، متى يريدونه يضعونه على الطاولة، وعندما لا يريدونه يضعونه بالجوارير حتى يستخدم في المستقبل. سيد خليل، يعني تحدثت في كل ما يتعلق بهذه القضايا، هل نحن فعلا الآن في الفترة مع المصارحة مع الذات، فشل المفاوضات، فشل المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية لوقف وتأجيل هذه المخططات المتسارعة بالأرض الفلسطينية؟ وأيضا ذكرت بأنه عام 83 بأنه كان هناك تحذير من مخطط الكانتونات، وهذا ما يحصل الآن في الضفة الغربية، وتحولت المدن إلى كانتونات لربط هذه الكانتونات مع الأردن. هل نحن أقرب إلى هذا الواقع؟ إذا أخذنا السيناريو الواضح تماما، شاؤول موفاز وزير الدفاع السابق اليوم هو أبي كديمة تكلم أن غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية. ما يحدث الآن في غور الأردن من قضية تطهير عرقي هو ضمن سياسة رسم الحدود. الجدار من الناحية الغربية هو رسم حدود، محاولة ضم الكتل الاستيطانية الإسرائيلية هو رسم حدود، بمعنى أنه ما هو لنا ما سنأخذه في المستقبل هو سيكون لنا، وما سيبقى للفلسطينيين ممكن التفاوض عليه. وبالتالي الجانب الإسرائيلي وعندما وضع هذا المخطط وصل إلى مرحلة أن هذه الكانتونات يجب أن ترتبط بدولة ما، الدولة ما هي أعطاء حدود بشكل مباشر مع الأردن، لكن عن طريق السيطرة على الحدود بمعنى عدم تواصل جغرافي مع الأردن. لأنه ما حدث لقطاع غزة في قضية ترك فيلادلفيا أو الحدود مع مصر أدى إلى نشوء أنفاق، وبالتالي من الناحية الأمنية هناك دخول أشخاص غير مرغوب فيهم بالنسبة للإسرائيليين، دخول إلى أغراض إلى ما يتعلق بالأمن الإسرائيلي. اليوم الجانب الإسرائيلي يقول نعم أنتم سترتبطون مع الأردن، ارتباطكم مع الأردن سيكون تحت أعيننا، بمعنى عندما تخرجون للأردن سأسمح لمن يشاء وأرفض لمن يشاء. يعني يبقى يسيطر على المعبر لربما، هو لن يربط فقط على المعابر فقط، هو سيربط كل الحدود. أما الداخل فهو ستدير أنفسكم كما حدث قبل أيام بقضية الانتخابات، الانتخابات بمعنى انتخابات بلدية، إدارة شؤون ترتيب وضع داخل، نعم، خدمات. بنفس الوقت وهو الأخطر، ما يتم الآن في داخل الضفة الغربية من قضية ربط كل موظفي السلطة في البنوك سواء كانت عن طريق القروض وغير القروض، وبالتالي ارتباطهم بالمعيشة اليومية
للشعب الفلسطيني دون ذكر في قضايا وطنية، وهذا تعتبر ما فيش مجال مهموم المواطن. أخطر، هذه تعتبر أخطر ما حدث في التاريخ، بمعنى أن الإنسان بدأ يرتبط في مصدر الرزق، ارتباطه بمصدر الرزق وتركه لكل القضايا الوطنية. ما حدث في قضية العيد الكبير والعيد الصغير أن الإدارة المدنية هي التي بدأت تعطي التصاريح، هو إخراج السلطة الفلسطينية من أنها هي مسؤولة عن إعطاء التصاريح، بل هي دخلت بشكل مباشر. الإدارة المدنية أصبحت أكثر فاعلية مما سابق، لأنه حسب اتفاقية أوسلو الإدارة المدنية ستنتهي، لكن اليوم الحاكم بأمره هو الإدارة المدنية في بيت إيل. وحقيقة ما يحدث الآن أننا الآن باتجاه نقطتين. نعم. النقطة الأولى فشل المشروع الفلسطيني بمفهوم المشروع السياسي وحتى المقاومة الشعبية، لأنها لم تتطور بل تم كبتها، بمعنى أنها أصبحت بالريموت كنترول تدار. لأنه إذا سمحت للشعب الفلسطيني بأن يأخذ المقاومة الشعبية في كل مكان، بمعنى سيتم مضايقة الجانب الآخر، وهنالك تنسيق أمني ما بين الطرفين. التنسيق الأمني بمعنى أن يصل إلى مرحلة ما دون أن يصل إلى مرحلة أخرى، بمعنى أنه يسمح بالتنفيذ. وحدث أكثر من مرة عندما كانت الضفة الغربية على وشك الاشتعال، كان هنالك تنفيذ لهذا الوضع في قضية تقسيم المسجد الأقصى قبل سنوات، عندما تم إحداث مباريات كرة قدم في أكثر من مكان، وبالتالي تم تنفيذ هذا الوضع. لأن الصحف العبرية في تلك الفترة كانت تقول أن الضفة الغربية فقط تحتاج إلى شعلة نار، صحيح. يعني فقط في هذه الفترة نعم. كانت، فتم تنفيذ هذا الموضوع. إذن نحن كقرار أصحاب قرار سياسي ليس لدينا مخطط، بل هي مخطط من الذي سينتصر بالانتخابات، هل هناك مجالس تشريعية أو غير مجالس تشريعية، هل هناك انتخابات أو غير انتخابات، وتركنا الوطن يتآكل نعم. بالمفهوم التآكل الاستيطاني. من يتحمل المسؤولية الوصول؟ نحن يعني جميعا نتحمل المسؤولية، من أصغر طفل فلسطيني إلى أكبر طفل. يعني هو جاء بالصدفة ولا مخطط هذا؟ إنه المواطن يصفي مشغول ومنهك في هالوضع الاقتصادي وعليه قروض والموظفين ماكلين هواء، أزمة مالية، انشغالهم بحياتهم اليومية، إجراء انتخابات وزي كأنه هناك دولة، يعني انتخابات محلية، وهناك الكثير من تغنى بها هذه الانتخابات بأنها نزيهة وشريفة وكل شيء تمام، لأن المواطن بحاجة إلى خدمات، لذلك أجرينا الانتخابات. وصول القدس إلى ما وصلت إليه، هناك زيارات أو سميها ما شئت، اقتحامات يومية لعدد من القادة السياسيين للأحزاب الإسرائيلية المتشددة، لعناصر أيضا لهذه الأحزاب، ضباط، أجهزة أمنية، أيضا جماعات يهودية متطرفة، حاخامات. كل هذا يحصل في القدس، وتحويل الساحات بأنها ساحات عامة في المسجد الأقصى المبارك. بالمقابل هناك مطلب فلسطيني، وقف المفاوضات مرتبط بالعودة إلى تجميد الاستيطان. لماذا الآن طلبنا بهذا البند؟ يعني حقيقة إذا تكلمنا في السطر الأول من سؤالك أنه هذا مخطط؟ نعم مخطط، فيش شيء غير مخطط، بمعنى انه يعني مخطط. انا سالتك انه مين المسؤول جميعا؟ لا لا لا، يعني هل مخطط كلنا احنا كمان نفذناه؟ لا نفذناه طبعا بسكوت. القضية الأولى أن الجانب الإسرائيلي دخل في اتفاقية أوسلو. اتفاقية أوسلو كانت تتكلم عن مرحلة، لكن هو أن أدخلوا هذا العصفور في هذا القفص. الآن ما حدث فيما بعد، الخلافات والخلافات على الجاتو ولا نعم على التورتة زي ما بيسموها، مناصب في على المناصب وغير مناصب، فالتهينا في قضية ليست لها علاقة بالوطن. هلا سكوت المستوى الصامت على ما يحدث هو مشاركة في نعم. المؤامرة الكبرى، بمعنى أن عندما تكلم عن حزبين كبيرين، سواء كان التيار الإسلامي أو فتح بالذات، هذول التيارين الإسلاميين لا يشكلوا كل الشعب الفلسطيني، هو يشكلوا جزء من الشعب. الشعب الساكت أو الإنسان الساكت الصامت، سكوته على هذا الوضع هو عبارة عن ركود عليه. نحن تكلمنا في أكثر مرة وفي أكثر من محاضرة في قضية الاستيطان البشري والاستيطان الإسرائيلي وكيف يتكلم بكل هذه الاتجاهات.
أنه يهدف بالنهاية عدم إقامة دولة فلسطينية، لكن يوميا نتكلم عن الدولة الفلسطينية، هذا أولا. ثانيا، عندما وصل بعض القضاء الرجالات السياسة الفلسطينيين الذين كانوا يفاوضون في مرحلة ما إلى النتيجة التي تكلمنا عنها، عدم إقامة دولة فلسطينية، هو نتيجة لأنهم رأوا بأعينهم ما يحدث على الأرض، رأوا بأن الجانب الإسرائيلي يقيم مستوطنات إسرائيلية كبيرة، يقيم شوارع التفافية، يتم تحييد كل الجانب الفلسطيني ووضعه في كانتونات وسجون ضخمة كبيرة، سواء كانت 5 كيلومتر مربع أو 10 كيلومتر مربع. هذا وصلوا إلى أن إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي من المستحيلات، وبالتالي كان يجب أن يكون القرار الفلسطيني هو قلب الطاولة. هذا كان يجب أن يكون. كيف إيش موضوع قلب الطاولة؟ هو عملية أن هذه إعادة الاحتلال. إحنا اليوم محتلين لكن بشكل مزين. بمعنى أننا عندما كانت الإدارة المدنية مسؤولة عن أكلنا وخبزنا وشربنا وكل أعمالنا، هي إسرائيل مسؤولة عنا. هذا أولا. ثانيا، إعادة توحيد الوطن في تحت الاحتلال لأول مرة في التاريخ. الوطن الفلسطيني التاريخي توحدت لأول مرة تحت الاحتلال الإسرائيلي، سواء كان بقطاع غزة أو بالضفة الغربية أو بالفلسطين 48. صحيح. عندما كنا نتكلم في عام 1988 و85 و86، كانت هنالك الإنسان الفلسطيني ينتقل ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة وما بين كل هذه المناطق. اليوم أصبحنا 3 دول. إذن الاحتلال في لحظة من اللحظات هو وحدنا في فلسطين التاريخية. اليوم جاءت السلطة الفلسطينية وقسمتنا إلى 3 أقسام: ضفة غربية منعزلة عن قطاع غزة، منعزلة عن فلسطين 48. لا، ما هو بعدين صارت الضفة الغربية منعزلة عن نفسها برضو. عن نفسها. هذا احنا نتكلم اليوم 3 دول. ثم تقلصت كانتونات. من أكثر كانتونات. الآن عندما نقلب الطاولة ونقول للعالم ككل نحن فشلنا، وعش هذا الأساس أنا تكلم في البداية، أن نقول ونعترف أننا فشلنا بالوصول للهدف. فلتتحمل إسرائيل كل متغيرات ما يحدث في الضفة الغربية، فليذهب كل من إرادة إسرائيل أن ترحلنا أو غير ترحلنا، لكن نحن باقون وفي آخر دراسة إسرائيلية. كل ما يحدث الآن ليست هو وليد الحظ أو وليد شيء من الله، لا. إسرائيل عندما نظرت ما بين النهر والبحر أن هناك أغلبية فلسطينية، قالت بإقامة دولة فلسطينية أو سلطة فلسطينية. نعم. لي سلطة فلسطينية، وبالتالي السلطة الفلسطينية اليوم هي أخرجت 2.5 مليون في الضفة الغربية ومليون ونصف في قطاع غزة. أما في فلسطين التاريخية فنحن أغلبية. وهنا إسرائيل عندما اتخذت هذا القرار ليس بغباء، بل نتيجة للأبحاث التي قامت فيها، سواء كان مراكز أبحاث بيجن أو مراحل حضرتك.